مرحبا، نفكر الليلة خارج الصندوق في رصاصة أطلقت في بنسلفانيا يسمع دويها في طهران. تقارير تتحدث عن مؤامرة إيرانية لاغتيال ترامب، فما علاقتها بقاسم سليماني؟ حسن نصر الله يفتح النار على إسرائيل من وراء التلفاز، وجنوب لبنان يحصي خسائر، مدن مهجرة ومقتل أكثر من 400 من حزب الله، بينهم قادة من الصف الأول. في حادث نادر، داعش يتبنى هجوما داميا على مسجد في عمان وسط إدانات عربية ودولية واسعة، فهل يحاول التنظيم إعادة تشكيل نفسه في المنطقة؟ نجا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من رصاصة توماس كروكس مطلع الأسبوع، لكن سرعان ما بدأ صداها يدوي حتى في إيران، حيث تكشف على أثرها وجود مؤامرة إيرانية لاغتيال المرشح الجمهوري وفقا لواشنطن. وقد تلقت الولايات المتحدة معلومات استخباراتية تشير إلى وجود مخطط إيراني لمحاولة استهدافه. وقال مسؤول أمني إن جهاز الخدمة السرية وحملة ترامب كانا على علم بهذا الأمر قبل التجمع الانتخابي في بنسلفانيا. وقد تسببت هذه التهديدات في تشديد الأمن الإضافي في الأيام التي سبقت تجمع حملة ترامب السبت، ومع ذلك نجح مطلق النار في استهدافه، ما دفع لاتهام جهاز الخدمة السرية بالتقصير. اللافت أن المسؤولين الأمريكيين أكدوا أنه ليس هناك صلة بمخطط إيران ومحاولة الاغتيال الفاشلة، ليس هناك صلة بين محاولة الاغتيال وذلك المخطط الذي تم الحديث عنه، حيث تشير التحقيقات إلى أن مطلق النار تحرك بمفرده وبدون أي توجهات أيديولوجية. على الجهة المقابلة جاء رد إيران سريعا، حيث نفت ضلوعها فيما وصفته بالاتهامات المغرضة، ولا تخفي طهران رغبتها في الانتقام لمقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني، والذي استهدف في بغداد عام 2020 بأمر مباشر من ترامب حينما كان رئيسا للولايات المتحدة. ومع ذلك أكدت الخارجية الإيرانية عدم صلتها بالهجوم أو حتى وجود نية لديها للقيام بمثل هكذا هجوم، لكنها لم تنفي رغبتها في ملاحقة ترامب لدوره المباشر في اغتيال سليماني. قالت طهران إن الملاحقة ستكون قضائية وليست بالتصفية. تصريحات الخارجية الإيرانية تأتي مغايرة لما حدث قبل عامين، إذ وجهت وزارة العدل اتهامات جنائية إلى أحد عناصر الحرس الثوري لمحاولته تدبير اغتيال جون بولتون، مستشار الأمن القومي لترامب سابقا. وأكد مجلس الأمن القومي الأمريكي أنه يتابع منذ سنوات تهديدات إيران ضد الإدارة السابقة، معتبرا أن هذه المسألة مسألة أمن قومي ذات أهمية قصوى. واستنكرت إيران الاتهامات واصفة إياها بالمغرضة والخبيثة والتي لا أساس لها من الصحة، كما جاء على لسان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية. معنا من طهران الآن مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية دكتور محمد صالح صادقيان، أهلا بك. معنا من واشنطن بشار جرار الباحث في الشأن الأمريكي، أهلا بك معنا كذلك. أبدأ معك دكتور صادقيان، لماذا باعتقادك تزامن الكشف عن هذا الموضوع مع محاولة الاغتيال، وفي نفس الوقت المعلومات التي تقول بأنه ليس هناك علاقة مباشرة بين هذا الشخص توماس كروكس والمخطط الإيراني؟ تحية لك طاهر وإلى ضيفك دكتور بشار وإلى المشاهدين. أنا أعتقد بأن هناك نوع من التحريض على إيران، يجب علينا أن نعلم أولا هذه العملية أو هذا الحادث هو حادث في الداخل الأمريكي. هناك مشكلة في الداخل الأمريكي بين الديمقراطيين الجمهوريين، بين الجمهوريين في داخلهم، وبالتالي يجب أن ندرس هذا الحادث، دوافع الحادث في الداخل الأمريكي. أما أن تأتي جهة الآن وتدفع باتجاه تورط إيران في مثل هذا الحادث، أنا أعتقد بأنه يريد توظيف هذا الحادث من أجل مواجهة إيران. وأنا أعتقد بأننا يجب أن لا نستبعد الدور الإسرائيلي واللوبي اليهودي الأيباك في مثل هذا التحريض. وبالتأكيد إيران
لديها مشكلة مع ترامب، مع بومبيو، مع بولتون، لأنهم ساهموا في وأصدروا القرار باختيار قاسم سليماني. الإيرانيون يتحدثون ويعملون بجهد من أجل التعاون مع العراق، مع وزارة مع القضاء العراقي، من أجل توجيه التهمة إلى الرئيس ترامب، لأنه هو وجه الأمر باختيار قاسم سليماني كما قال هو وقالت، ولكن ليس عبر التصفية ومحاولة الاغتيال مثل ما قالت الخارجية لحد الآن. تمام، مفهوم. لحد الآن لم نسمع من الإيرانيين يتحدثون عن رغبتهم في اغتيال أو التورط في عملية اغتيال، يعني لحد الآن لا توجد هكذا معلومات. لكن ما يعني هذه الأشياء ما بتنقال عموما يعني. بس برجع لك بعد شوي. أستاذ بشار جرار، ما رأيك ب يعني لماذا تم إثارة الموضوع؟ يعني مدام توماس كروكس ما له علاقة، ما اتضح أنه في علاقة له بما حكي عن مخطط إيراني، لماذا تم إثارة موضوع المخطط الإيراني اللي نبهت له الأجهزة الأمريكية إذا ما كان له توماس كروكس علاقة بالموضوع، خاصة أنه كان سابق لمحاولة الاغتيال؟ يعني هني عارفينه موجود، ليش أعلنوا عنه الآن؟ ومثل ما أعلنت بالعنوان سمعت هذه، هل الصدى كان في طهران أم الآن يكون الصدى في واشنطن أو عواصم أخرى من ضمنها إقليمية كما ألمح الزميل أنه إسرائيل أيضا معنية؟ الكل معني. المعني هو أن ما جرى لا يمكن استبعاده، خاصة أنه نقل عن مصدر استخبارات بشري، يعني بمعنى ليس جهاز تناصت أو اعتراض مكالمة أو مراسلات هي التي كشفت أن هناك مؤامرة إيرانية، لا، هو مصدر استخبارات بشري. إيه بس أعلنوا عنه بعد محاولة الاغتيال، بعد محاولة اغتيال توماس كروكس، ليه مش قبل؟ ليه ما أعلنوا قبل؟ معك بهذا التسلسل. إذن أول شيء إحنا نعرفه أنه عنصر بشري، بعدها هو ليس جهاز استخبارات، بمعنى أن مصدر هو الذي أفاد بهذه المعلومة. الآن إحنا نفكر خارج الصندوق، ولكن هذا أصبح كباندورا بوكس. خارج الصندوق في احتمالات كثيرة، لأنه أول سؤال يجب أن نجيب عليه، لماذا لم يتم تجديد الأمن فعلا لو كانت هناك مؤامرة إيرانية؟ ولو كان الأمر كما يقولون، ويستطيع طبعا الرئيس ترامب غدا في خطابه أن يكشف كل شيء، إذا كان الرئيس ترامب والحملة على علم بذلك، لماذا أيضا كل هذا الخلل الفضائحي الذي تم بالإجراءات الأمنية؟ هذا هل اعتقادك يعني أرادوا أن يخرجوا الموضوع لمدى حساسيته من سياقه المحلي الحزبي الداخلي ويقولوا أنه في مؤامرة أجنبية؟ أنت تسبق بخطوة دائما طاهر، الذي يجوز بتفسيره أن نعم هناك من يحرص على توظيف هذا الأمر. لدينا مصيبة، كل يعلم أنه لدينا مصيبة، كيف أوظفها؟ كيف أحد من الخسائر؟ فأول هدف يتحقق حد من الخسائر بأنه ليس أمر داخلي. الموضوع الآخر أن إيران ليس لها القدرة أن تجند فتى عمره 20 عام في عملية من هذا النوع. والثالثة وهي المهمة جدا، تسميع إيران. إيران ماذا حصل؟ كان رد فعلها بأن لا يمكن أن نتوجه إلى عملية اغتيال، هذا مجرد ملاحقة قضائية، هذا سلوك جديد في إيران. وأعتقد هذا هو المكسب من هذه المقاربة. تمام. لما جرى من معلومات، يعني بنرجع نقول أنه يعني مش ممكن دولة تتبنى الاتهامات بمحاولة الاغتيال أو تنفيذ اغتيال. ولكن أعود إليك بعد قليل دكتور صادقيان، فيما يتعلق بطبيعة الرد الإيراني، يعني طبعا سترفض وتقول لا، ولكن كان هناك اتهامات رسمية أمريكية لإيران بمحاولة تنفيذ عمليات سابقة على الأراضي الأمريكية، منها أو على غير الأراضي الأمريكية، ولكن لأمريكيين، ومنهم محاولة تدبير اغتيال جون بولتون كما قلنا، إضافة إلى القضايا الأخرى التي أثيرت ضدها أحيانا فيما يتعلق بمحاولة اغتيال مسؤولين إقليميين كذلك في الولايات المتحدة، إقليميين عرب أقصد في الولايات المتحدة. إذا ما أخذنا هذه الاتهامات سواء كانت في قضية بولتون أو ترامب أو أي عملية أخرى، تواريخ هذه الاتهامات في غاية الأهمية. عندما يكون هناك أي تقارب إيراني أمريكي، سواء كان مباحثات سرية غير مباشرة في إتمام صفقة معينة، نجد بأن هناك تحرك يحدث في داخل الولايات المتحدة يتهم إيران، أو داخل أوروبا باعتقال شخص أو مشاكل ذلك. يعني أنا اليوم أجريت مقاربة بين كل الاتهامات اللي وجهت إلى
إيران، والاتهامات التي فرض يعني وجهت إلى إيران، والأحداث التي كانت سواء كان في سلطنة عمان، التقارب الموجود، الصفقة التي تمت قبل السابع من أكتوبر، بعد السابع من أكتوبر كانت هناك مفاوضات غير مباشرة. بالتالي يبدو لي بأن هناك جهة سواء كانت في داخل الولايات المتحدة أمريكية متطرفة منزعجة من أي تقارب أمريكي إيراني أو ديمقراطي مع إيران، أو جهة خارجية كان تكون إسرائيل. أنا لازلت أعتقد بأن إسرائيل من مصلحتها أن توظف مثل هذا الحادث من خلال اللوبي اليهودي الموجود، اللوبي الإعلامي الصحفي الموجود في داخل الولايات المتحدة، وحتى تغلغل اللوبي اليهودي الإسرائيلي في داخل الأجهزة الأمريكية من أجل توجيه مثل هذه الاتهامات لإيران. الآن نحن نتحدث عن رئيس جديد في إيران، حكومة جديدة في إيران تريد أن تتناغم وتتفاعل مع الدول الغربية وتحديدا مع الولايات المتحدة. هي يعني الرئيس الجديد مسعود بزشكيان كتب رسالة، كتب مقال باللغة العربية وكتب مقال أيضا باللغة الإنجليزية نشرته صحيفة تهران تايمز، أوضح فيه بشكل واضح، وكان هناك تناغم مع من سوف يأتي إلى البيت الأبيض، لأننا لا نستطيع الآن أن نتحدث عن مقاربات إيرانية أمريكية قبل الانتخابات الأمريكية، لكن بالتأكيد هذه هي نوع من الغزل. تمام. وهناك بالتالي من يريد أن يحاول إيقاف هذا القطار التصالحي يعني بين الطرفين كما شككت يعني أو كما قلت قبل قليل. دعني أنقل هذه النقطة للأستاذ بشار جرار، هل توافق على فكرة أن هناك لوبيات مثلا اللوبي اليهودي أو الإسرائيلي في الولايات المتحدة يحاول أن يضغط باتجاه إيقاف قطار التصالح أو التفاهمات التي يعمل عليها بين إيران والولايات المتحدة؟ عزيزي، أبعد ما يكون على اللوبيهات خلافا لما هو سائد ويتم ترويج له إعلاميا هو الرئيس ترامب، واختياره لنائب الرئيس شخصية لا تريد الحروب الخارجية، وإن كانت متشددة جدا في التعامل مع إيران كنظام يرعى الإرهاب، هذا شيء ملف مختلف. القول بأن كل عملية الاغتيال ونسبها إلى إيران هو فقط للاستماع إلى صوت آتي من لوبي فقط، هذا غير صحيح على الإطلاق، وهذا أبعد ما يكون عن فهم آلية صنع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية. هذا الشأن هو داخلي في البداية، لأنه يستهدف مرشحا رئاسيا، يستهدف رئيسا سابقا. إيران ليست بحاجة لدعاية في داخل الولايات المتحدة أنها عدو للأمن القومي للبلاد، وليست بحاجة أيضا لإقناع الناخب الأمريكي بأن إيران دورها خبيث في المنطقة. الآن نعم، هناك من لا يعجبه هذه النبرة الجديدة للذين يراهنون على أن سلوك إيران سيتغير بمجرد تغيير رئيس، هذا صحيح، ولكن ليس فقط اللوبي الأمريكي الإسرائيلي، هناك لوبيهات عديدة منها المؤسسات التصنيع العسكري، منها التيارات المتشددة في الحزبين الجمهوري والديمقراطي، نعم لا ترضى، لا لأن إيران تريد أن تتغير أو لأنها تخشى من مجيء ترامب وإجراءاته ضدها. هذا هو السؤال الأكبر، من يريد منع ترامب بالقوة من عدم العودة إلى البيت الأبيض؟ هناك أكثر من عدو لما يمثله ترامب. لذلك نعم، هناك كثير من الأطراف متهمة بأنها ليست من مصلحتها عودة ترامب، لأن ترامب سيكشف أمور كثيرة أهمها سينهي دور الشرطي بالخارج، سينهي موضوع تسليح وتمويل الحروب الخارجية، سينهي تغيير النظم بالقوة، مفاهيم كثيرة ستختلف. تمام. طبعا أستاذ بشار، دكتور صادقيان، بغض النظر عن الاتهام، ولكن توافق على أنه آخر شيء تريد إيران أن يصل ترامب إلى البيت الأبيض مجددا؟ حقيقة إيران تضررت من الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء، يعني كنا نتمنى في إيران أن يكون بايدن عندما جاء البيت الأبيض أن يفي بما قاله في الحملة الانتخابية بالعودة للاتفاق النووي، لكنه لم يفعل، وبالتالي لم يفعل رئيس بايدن، لم يفعل كثيرا لا بالحصول إلى بالتوصل إلى تفاهمات أو العودة للاتفاق النووي، وبالتالي انتهى الاتفاق النووي. الآن التعامل ما كان على نفس المستوى، يعني ترامب كان أشد وأكثر حسما مع إيران على كل الصعيدة.
الرئيس ترامب هو انسحب من الاتفاق النووي، لكن لم يفعل كثيرا، وفرض عقوبات والعقوبات أيضا فرضها ترامب. وبالتالي أنا لا أعتقد بأن هناك فرق كبير بين الجمهوريين والديمقراطيين حيال إيران، ومن يقف بايدن أيضا. نعم نعم، ومن يقف الآن وراء اتهام إيران بالاغتيال، اغتيال الرئيس ترامب، أنا أعتقد بأنه هو يعني لا يهمه من سوف يجلس في البيت الأبيض. بس هو قاسم سليماني أيضا ترامب وجفف منابع التمويل الإيراني، الديمقراطيين عم بيعطوها الفلوس. المهم طارق هو يريد أن يؤثر على الرغبة الإيرانية في فتح باب الحوار مع القادم الجديد في البيت الأبيض. هذا هو برنامج الرئيس مسعود بزشكيان، وبالتالي من أراد توجيه التهمة لإيران هو أراد أن يضرب هذا المنحة أو هذا الجهد الإيراني في التعاطي مع القادم الجديد في البيت الأبيض. هل تعتقد بأنه يمكن أن يعول على ذلك أستاذ بشار جرار، بأن يتلقف ترامب إن وصل إلى السلطة مجددا في الولايات المتحدة ما يحكى عن نوايا إيرانية جديدة في التعاطي مع العالم والإقليم؟ جيدي فانس نائبه الذي اختاره سيتكلم بعد قليل، اليوم الخطاب أمام المؤتمر، وغدا سيتكلم بوش، سيتكلم ترامب. الرئيس ترامب. من الغائبين بوش على رأس القائمة، 5 غابوا، على رأس القائمة هو جورج بوش الابن، لأنه كل من غاب هو كان يمثل السياسة الخارجية للنيو كونز، المحافظين الجدد. هو لا يريد، ترامب يريد صنع صفقات، يريد صنع السلام، ولكن السلام من القوة. القوة تحدث عنها جي دي فانس أمس بأنه إن أردت تضرب إيران تضرب بقوة وليس بالطريقة التي يضرب بها بايدن. ذكر في موضوع تجفيف القدرات الاقتصادية من خلال موضوع النفط والعقوبات الاقتصادية، فهو يظهر الموقفين، يظهر تشددا من الناحية العسكرية والعقوبات الاقتصادية، ويبسط يده أيضا لأي فرصة للسلام إن كان يعني بالفعل الرئيس الجديد لإيران أو كان يملك الصلاحية أو يملك التفويض من خامنئي بأن يقوم ببادرة جديدة إزاء واشنطن. خاصة وأنه كثر يشككون في الإمكانيات الحقيقية لتغير إيران. دكتور صادقيان ما رأيك؟ يعني ما الذي باستطاعة بزشكيان أن يقدمه على صعيد العلاقة إن كان مع الولايات المتحدة أو على صعيد علاقة إيران بها في وبمصالحها وبحلفائها في المنطقة، خصوصا وأنها يعني لا أحد يمكن أن يصدق بأنها ستستغني عن كل مشاريعها التي أقامتها في المنطقة وتدعمها بالمال والسلاح حتى الآن؟ هناك أشياء تخص الأمن القومي الإيراني، وبالتالي هذه ثوابت عد إيران، لا يمكن لأي رئيس جمهورية أن يغير ثوابت الأمن القومي الإيراني، هذه نقطة. لكن البرنامج الذي تقدم به مسعود بزشكيان الرئيس الإيراني المنتخب هو يقول بأنه يريد أن يفتح باب الحوار. ما كتبه في مقاله في تهران تايمز باللغة الإنجليزية أعتقد بأنه جدير أن يكون موضع تأمل من قبل صانع القرار في البيت الأبيض أيا يكون لونه وشكله وطعمه. وبالتالي يجب علينا أن نتذكر هذا الرئيس ترامب إذا ما فاز بالانتخابات هو نفسه في العام 2017 ذهب إلى باريس لحضور اجتماع القمة الدول 7 وقال لماكرون نادي الإيرانيين يأتوا لباريس، تحدث معهم، يمكن أن أتوصل معهم لاتفاق يكون بديلا عن الاتفاق النووي آنذاك، ونضع الاتفاق النووي مع أوباما جانبا ونعمل على اتفاق جديد. المقترح الذي تقدم به كان يعني جميلا بالنسبة إلى إيران، لم يكن غير طبيعي، لكن القيادة الإيرانية شككت بمصداقية ترامب. الآن أنا أعتقد بأن هذه المصداقية يجب عليها أولا، وأنا أعتقد مثل ما قال بشار أنه رجل صفقات، رجل تاجر بيزنسمان، وبالتالي إذا كان هناك من يكون أمامه في إيران يستطيع أن يدخل معه في صفقة، أنا أعتقد بأن هذه صفقة ممكنة، خصوصا وأنه جرب ذلك في 2017. الآن ما التغيير الذي يحدث في الرئاسة الإيرانية أنا أعتقد بأنه مدعاة للتأمل من أجل فعلا الحفاظ على المصالح الغربية، المصالح الأمريكية والمصالح الإيرانية ومصالح الشرق الأوسط. عندما يتحدث عن نائب الرئيس بأنه
أمريكا أولا ولا يريد حرب في الخارج، أنا أعتقد بأن هذه فرصة من أجل يعني توظيف أو عمل على تحقيق الأهداف التي يريدها نائب الرئيس ويريدها الرئيس أيضا. وهناك تغيير في إيران يجب أن يستغل بالشكل الذي يخدم مصالح الولايات المتحدة ومصالح حلفاء الولايات المتحدة في هذه يعني الحرب. ممكن التشدد من الجانبين أن يأتي بالسلام أحيانا، وحصل ذلك في التاريخ مرارا. نحتاج، هل تعتقد طاهر، تفضل. نحتاج طاهر دكتور بشار، نحتاج إلى دعم ثقة. إذا ما توفرت الثقة، الثقة مفقودة الآن. إذا ما توفرت الثقة أعتقد بأن هناك دور إيجابي. تمام أستاذ بشار. عزيزي، طالبان حاورهم الرئيس ترامب، وهدد رئيس طالبان الذي تفاوض معه، قال شيء واحد، أظهر له صورة منزله وقال إذا تعرضتم لحياة شعرة على جندي أمريكي بانسحاب أفغانستان سأضربك، لمح له بقمر نووية. هذه هي عقلية ترامب، مش معنى مفاوض إنه تاجر، لا، هو يفاوض ولكن من قوة. هذا الفارق بينه وبين بايدن ومن قبل أوباما. فإذا كانت طهران بالفعل صادقة بذلك، لا، ليست الموضوع كتابة مقالة لتهران تايمز. الرئيس الإيراني وكل من يمثل إيران خاصة في الخطاب الإعلامي، خاصة لدول المنطقة، الناراتيف السردية يجب أن تتغير، لأنه ستظهر وقتها بالفعل أن إيران قيادة جديدة، سياسة جديدة، الآن تقول لا تريد أن تختال ترامب. هذا تحول كبير، هذا يعني أن هناك لغة جديدة. إن سرقت يجب أن تعبر، وإن ثبت أن محاولة الاغتيال بالفعل إيران لها علاقة فيها، فلا شك أن ضربة موجعة ستتلقاها، ونصلي ألا تكون الأمور كذلك، لأنها ستعني ليس فقط القضاء على المركز، وإنما ضرب كل ما يتعلق بأذرع إيران في المنطقة. فليس فقط ترامب معني بأن لا تكون هذه الرواية صحيحة، كل ما هو معني بالأمن الإقليمي في الشرق الأوسط لا يريد هذا السيناريو. شكرا جزيلا لكما، أستاذ بشار جرار الباحث في الشأن الأمريكي، وشكرا أيضا للدكتور محمد صالح صادقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية من طهران. تحياتي إليكما، بقونا معكم لنتابع أيضا بعد الفاصل. الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله يفتح النار على إسرائيل من وراء التلفاز، وجنوب لبنان يحصي خسائره، مدن مهجرة ومقتل أكثر من 400 من حزب الله بينهم قادة من الصف الأول. أهلا بكم من جديد. وعيد جديد أطلقه الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ضد إسرائيل ضمن حرب تصريحات من الطرفين. كعادت خطاباته منذ سنوات، أو على الأقل منذ بدء الحرب على غزة، تعهد نصر الله بضرب أهداف جديدة داخل إسرائيل، متوعدا بأن إسرائيل ستخسر دباباتها إذا جاءت إلى لبنان. لم يتوقف نصر الله عند الوعيد، بل قلل من قدرة إسرائيل على خوض حرب شاملة في لبنان، قائلا إن قدراتها العسكرية تراجعت في قطاع غزة. دعونا نستمع إلى جزء من تصريحاته. إذا جاءت دباباتكم إلى لبنان وإلى جنوب لبنان لن تعانوا من نقص في الدبابات، لأنه لن تبقى لكم دبابات. لأول مرة تبدو إسرائيل عاجزة بعد 10 أشهر من القتال عن تحقيق أهدافها. لأول مرة تعاني إسرائيل في كل شيء، في جيشها، في أجهزتها الأمنية، في حكومتها، في أحزابها، في مجتمعها. لم يتوقف نصر الله عن لهجة التهديد في خطاباته، ما دفع بعض المراقبين للقول بأنها لا تخرج عن كونها للاستهلاك الإعلامي المحلي، بما أن عددا من التحليلات تربط عدم فتح حزب الله حربا شاملة مع إسرائيل إلى الرفض الإيراني بسبب التهديدات الأمريكية الحاسمة. فعلى أرض الواقع الجنوب اللبناني بات مدمرا، حيث أدت الضربات الإسرائيلية إلى تدمير قرى وبلدات حدودية لم تشهد لها مثيلا منذ حرب 2006. هذه الحرب يرى مراقبون أن المدنيين اللبنانيين هم من يدفعون ثمنها، حيث قتل العشرات بحسب التقديرات غير الرسمية، وأقر بذلك الحزب وتحديدا الأمين العام له في خطابه الأخير.
ومرجح أن يزيد العدد في ظل إصرار نصر الله على استمرار التصعيد تجاه إسرائيل ضمن ما يسميه بجبهة الإسناد لغزة، في حين يجمع كثيرون على أن هذه الجبهة لم تقدم شيئاً لغزة وأهليها الذين ذاقوا وحدهم أهوال الحرب الوحشية. القصف الإسرائيلي أيضاً دفع أكثر من 100,000 لبناني من المقيمين في الجنوب اللبناني إلى النزوح من منازلهم خشية الاستهداف. لن يكون هناك مكان في الكيان بمنأى عن صواريخنا ومسيراتنا. إن المقاومة ستقاتل بلا ضوابط وبلا قواعد وبلا أسلحة. أقول لكم قطعاً هذا لن يكون بلا وقت ولن يكون بلا عقاب. إن التمادي في استهداف المدنيين سيدفع المقاومة إلى إطلاق الصواريخ واستهداف مستعمرات جديدة لم يتم استهدافها في السابق. أما بخصوص الخسائر في صفوف حزب الله نفسه، فقد قتلت الغارات الإسرائيلية أكثر من 400 شخص من عناصره وقياداته، منهم العديد من قيادات الصف الأول. كان آخر هؤلاء محمد نعمي ناصر الملقب بأبو نعمي، وهو عسكري بارز في الصف الأول في حزب الله والمشرف على قسم كبير من العمليات ضد إسرائيل على طول الجبهة الحدودية. أبو نعمي يتساوى من حيث الأهمية داخل الحزب مع طالب سامي عبد الله، والذي اغتالته إسرائيل الشهر الماضي وكان القيادي الميداني الأبرز الذي يقتل حينها منذ بدء التصعيد. يأتي من بعدهما من حيث الترتيب وسام الطويل الذي استهدفته إسرائيل في 8 يناير الماضي، أيضا حسين مكي. فبحسب إسرائيل، مكي كان يشغل سابقا مهام قائد قوات حزب الله وكان مسؤولا عن عدة هجمات نفذت ضد إسرائيل. مسؤول آخر استهدفته مسيرة إسرائيلية وهو إسماعيل يوسف باز، ويعتبر من القادة الميدانيين المخضرمين، حيث رتبته تعادل رتبة لواء في الجيوش النظامية. معنا الآن من بيروت الكاتب السياسي علي أحمدي. أهلا وسهلا فيك أستاذ علي على شاشة العربية وفي خارج الصندوق تحديدا. هل المعطيات التي كانت تتحدث عن أنه لا حرب شاملة بالنسبة إلى حزب الله من جهته هو لا تزال قائمة باعتقادك؟ مساء الخير أستاذ كنعان، عفوا أستاذ طالب. فلنقل أنه بدأت تتجمع معلومات في بيروت مفادها بأنه المرحلة هي من أخطر المراحل التي يمر بها حزب الله. لماذا؟ لأنه بدأت المرحلة الثالثة في غزة، هناك زيارة مرتقبة لنتنياهو إلى واشنطن لإلقاء خطاب في الكونغرس الأمريكي، هناك تضعضع وتراجع في قوة الحزم فيما يتعلق بالكوابح الأمريكية بالنسبة للإسرائيليين في حربهم على غزة ولا سيما حربهم على لبنان. ثالثا، هناك المعلومات التي أشارت أن يوم الثلاثاء كان هناك اجتماع كبير في إسرائيل، مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية يجتمع ليس فقط مع هيرتسي هليفي رئيس الأركان، إنما أيضا مع قائد الجبهة الشمالية أوري غوردون، وبالتالي هناك تركيز على الجبهة اللبنانية. هذه نقطة. النقطة الثانية أن هناك خيوط تتجمع أيضا معلومات من باريس ومن عدة عواصم لدى المسؤولين اللبنانيين، ما عادوا في هذه الأيام في اليومين الأخيرين ومنذ أن تحول المشهد الأمريكي، ما عادوا مطمئنين إلى التطمينات التي سمعوها من الموفد الأمريكي الرئاسي آموس هوكستين، لاسيما رئيس حكومة تصريف العمل. تلقى أكثر من اتصال من آموس هوكستين يطمئنه بأنه الأمور سائرة على خط التهدئة في باتجاه هدنة في الجنوب، يعني في الجبهة الجنوبية في غزة، وأيضا هذا سينعكس لبنانيا بهدنة على الجبهة اللبنانية. الخوف
الخوف هو أن يكون لبنان هو البديل عن استمرار الحرب في غزة، لا سيما بأنه إسرائيل تعتبر بأنه خطر حزب الله هو خطر حقيقي وخطر وجودي وخطر جدي، على ليس فقط على الشمال الإسرائيلي إنما على كامل الأراضي الإسرائيلية، وبالتالي لابد من صفقة، إما صفقة كبيرة دبلوماسية سياسية مع ترتيبات أمنية طويلة الأمد، أو أننا ذاهبون ربما نحو حرب. وبالتالي خاصة إذا نتنياهو أراد أن يطيل بعمره السياسي أكثر وأجبر على صفقة في غزة لأسبابه الداخلية، فأراد أن يتابع في الحرب في لبنان من الآن وحتى الانتخابات الأمريكية على الأقل. تماما، ولا سيما بأنه آخر استطلاعات الرأي في إسرائيل تشير بأن هناك انخفاضا في تأييد حرب شاملة ضد لبنان، يعني من 71 70% 71 إلى 62 63%، لكن هذه نسبة عالية يعني قياسا على الاستطلاعات في داخل المجتمع الإسرائيلي. هذه نقطة. النقطة الثانية التي أريد أن أشير إليها هي أن هناك إحساسا في لبنان بأنه الأمين العام لحزب الله يخاطب جمهوره أولا، يريد أن يطمئن هذا الجمهور بأنه منتصر وبأنه قادر على إحباط أي هجوم إسرائيلي. صحيح تحدث اليوم بأنه قادر على إلحاق خسائر كبيرة في سلاح الدبابات الإسرائيلية، لكن من قال بأن الهجوم الإسرائيلي على حزب الله سوف يكون عبر دبابات وتوغل بري، ربما يكون بأساليب أخرى. هذا أمر لا أحد يعرفه، وحتى حزب الله غير مطلع على طبيعة الترتيبات الإسرائيلية، وإسرائيل تستمر في تجنيد وفي تدريب قطاعات أخرى من الجيش. هناك العديد من الألوية، 3 ألوية من الاحتياط أضيفت إلى الفرق الثلاثة التي في الأساس موجودة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، 146 36 و 98، هذه ألوية ومن بينها هذه فرق، ومن بينها من ضمنها هناك الألوية، ألوية النخبة مثل لواء جولاني الذي أنهى تدريباته منذ 3 أشهر وهو متمركز على الحدود اللبنانية الإسرائيلية وعلى حدود أيضا يعني الخط وقف إطلاق النار في منطقة في مرتفعات الجولان. بإطار ما قلت أنه للبيئة الداخلية، بأنه للاستهلاك الداخلي أو موجه إلى البيئة الداخلية لحزب الله، تحدث عن ما سماها بتراجع القوة العسكرية الإسرائيلية بسبب الحرب على غزة، في مقابل ما تورده المعلومات عن كم القيادات اللي عم يقتلوا من حزب الله، وفي منهم قيادات عسكرية صف أول. إلى أي مدى باعتقادك يعني يجب التدقيق فيما تستطيع إسرائيل أن تتحمله على هامش حرب غزة أو بالتزامن معها أو ما بعدها مباشرة، وما وصل إليه الحزب أيضا بعد كل هذه الضربات الكبيرة التي تلقاها؟ الخسائر فادحة في الحزب، ولا سيما على صعيد القيادات وعلى صعيد الأفراد. علينا أن نذكر بأن الحرب الأخيرة سنة 2006 بين حزب الله وإسرائيل كلفت حزب الله حوالي 250 إلى أقل من 300 عنصر وقيادي يعني على الأرض. نحن نتحدث اليوم عن 400 والحبل على الجرار كما يقال. هذه نقطة. النقطة الأخرى أن هناك اختراقا استخباريا بشريا وتكنولوجيا إسرائيليا مهولا داخل أوساط حزب الله، في مناطق حزب الله، في بيئة حزب الله، وليس فقط على الأراضي اللبنانية يعني في الجنوب والبقاع، إنما أيضا في داخل سوريا، وهناك العبرة تؤخذ من الاستهدافات الأخيرة لعناصر وقيادات وأفراد بارزين من حزب الله وفي على الأراضي السورية، آخرهم أحد المسؤولين عن توريد السلاح نحو لبنان، وهذا وكان عنصرا في وحدة الحماية الشخصية للأمين العام لحزب الله قبل العام 2008، ثم انتقل ليخدم في مجالات أخرى. نعم. داخل تركيبة حزب الله الاستراتيجية واللوجستية. أستاذ علي، العامل الإيراني الآن بعد التغيير الأخير في الرئاسة، عندما نتحدث
يتحدث عن يعني كل الأجواء التي يشيعها الرئيس الإيراني الجديد بيزيشكيان، إلى أي مدى هي تعكس بالفعل حقيقة ما تريده طهران أو ما هي مقدمة عليه في علاقاتها مع الغرب ومع الإقليم العربي، واللي لابد أنه يتمظهر في ضغطها على حلفائها في هذه الدول؟ الآن دخل على الحسابات الإيرانية معطى جديد، هو احتمال كبير بأن يكون الرئيس الأمريكي المقبل هو دونالد ترامب. وأيضا هناك هذه التسريبات التي نعرف بأنها تسريبات يعني مقصودة، وليست تسريبات أتت من عدم أو من لا شيء، وهي التسريب عن أنه كان هناك مخطط غير متصل ولم يثبت اتصاله وارتباطه بالهجوم على حياة ترامب، لكن كان هناك مخطط إيراني لقتل ترامب. وهذا بحد ذاته نوع من التسريبات التي تخيف الإدارة الإيرانية والنظام الإيراني على الصعيد الأمني وعلى الصعيد العسكري، ولا سيما بأن هذا الأمر هو أمر خطير بالنسبة إليهم. ولذلك لاحظنا بأنه في المرحلة الأخيرة، في الأيام القليلة الأخيرة، هناك تصعيد حتى إيراني يعني من قبل وزير خارجية بالوكالة باقر كني الذي تحدث عن جبهة لبنان تحديدا، قال إذا كان هناك من هجوم على لبنان سوف يكون هناك رد كبير وحاسم. صحيح. من دول المنطقة من دول المنطقة ضد إسرائيل. وبالتالي نحن نتحدث عن ونلمس بأن هناك خوفا إيرانيا على مصير حزب الله إذا ما كانت جائزة الترضية لإسرائيل هي رأس حزب الله في لبنان. يعني نحن في أيام تختلط فيها الحسابات مجددا، ما عدنا أمام حالة الطمأنة اللي عاشها لبنان وبعض المنطقة أنه ما في حرب شاملة في فترة ما من عمر حرب غزة باختصار. تماما، لأنه الإدارة الأمريكية أصبحت مهتزة أكثر ضعفا من أي وقت مضى. أصبح حتى المسؤولون الذين يتحدثون مع أموس هوكستين أكثر حذرا من تطميناته، لأنهم يعرفون بأنه وضع الإدارة الأمريكية الحالي غير سليم، وبأن الإدارة الأمريكية مهتزة لأسباب تتصل بالحياة السياسية الأمريكية الداخلية بعد المناظرة الكارثية للرئيس جو بايدن، إضافة إلى يعني الأجنحة التي ركبت إذا جاز التعبير والتشبيه والاستعارة التي ركبت على ظهر دونالد ترامب بعد محاولة الاغتيال الفاشلة، وأنه يبدو بأنه في طريقه ربما وبشكل محتمل إلى البيت الأبيض. تمام، شكرا جزيلا لك أستاذ علي حمادي الكاتب السياسي من بيروت، تحياتي إليك. هجوم إرهابي نفذه مسلحون على مسجد في منطقة الوادي الكبير بالعاصمة العمانية مسقط، ما أودى بحياة 5 أشخاص ورجل أمن. سرعان ما تمكنت الأجهزة الأمنية من فرض سيطرتها على الوضع بعد مقتل المهاجمين 3 وإنهاء احتجاز العشرات وإعادة الهدوء للمكان بعد وقت من الفوضى في مشهد نادر لم يسبق له مثيل في عمان. الهجوم تبناه لاحقا تنظيم داعش، وقال إنه استهدف تجمعا للشيعة أثناء إحيائهم ذكرى عاشوراء. الحادث يعد الأعنف في المنطقة والأول من نوعه الذي يتبناه التنظيم الإرهابي في عمان، ما أثار موجة إدانات واسعة عربية ودولية.
تبني تنظيم داعش الهجوم أثار الحديث من جديد عن مدى نشاط التنظيمات الإرهابية في المنطقة. يأتي ذلك في وقت تحذر فيه واشنطن بالفعل من أن داعش يعيد ترتيب صفوفه في ظل رصد تصاعد لعدد هجماته في سوريا والعراق مقارنة بالعام الماضي. وذكر الجيش الأمريكي أن التنظيم تبنى 153 هجوماً في كلا البلدين خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، وهو ما يشير إلى أنه يحاول إعادة تشكيل نفسه بعد عدة سنوات من تراجع قدراته. ينضم إلينا من الرياض حمود الزيادي الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة. أهلا ومرحبا بك معنا سيد الزيادي في خارج الصندوق عبر العربية. يعني كيف تنظر إلى إمكانية أن يشن تنظيم داعش هذه العملية، مثل هذه العملية في مسجد للشيعة وفي عمان، في أول عملية من نوعها للتنظيم في عمان؟ مساء الخير أستاذ طاهر ومشاهدي العربية. أهلا وسهلا. ربما لأنه تنظيم داعش يجيد التفكير خارج الصندوق. تنظيم داعش دائما متمكن جدا في فتح المسارح الجديدة، المفاجأة في العمليات الإرهابية في مناطق لا تكون ذات تركيز أمني، بعيدة عن الأضواء في فترات ما، حتى لو كانت من الدول الكبيرة والقادرة أمنيا، لكن المفاجأة هي عنصر دائما يستخدمه داعش. لذا ربما توجه إلى عمان التي لم تشهد عمليات إرهابية على مدى السنوات التي كان التنظيم في ذروة قوته. أيضا ربما أن التنظيم أيضا في نفس الوقت كان يبحث عن أهداف أخرى لكنه لم يتمكن. إذا أخذنا في الاعتبار أن الكويت قبضت على خلايا قبل موسم عاشوراء، وبالتالي هناك تحركات للتنظيم لاختيار المسرح المناسب والهدف المناسب والمفاجأة، وبالتالي تم عمل هذه الخلية التي ربما تكون تعمل من فترة ولديها ارتباطات سواء في الداخل العماني أو حتى في الامتدادات بالجوار اليمني، لأن تمام هذا اللي كنت بدي أسأل عنه. داعش في اليمن على السنوات الماضية. لا، لأنه هل هناك من أراد أن يخلط الحسابات فيما يتعلق بعمان من حيث هي عمان، أو يعني من خلال سياساتها اللي بتعتمدها، من خلال ارتباطاتها، مواقفها إلى ما هنالك، أو أنه هذه فرصة حصلت لخلية صغيرة نائمة جندت بأي طريقة بغض النظر عن أنه مش بالضرورة يكون حجمها كبير وإلى ما هنالك؟ طبعا تنظيم داعش دائما يعمل وفقا لاستراتيجياته، لكنه يخلط الأوراق ويستثمر الظروف، يستثمر التشابكات سواء في الإقليم أو في دولة معينة كالأبعاد الطائفية، لأنه قائم أصلا على الصراع الهويات الطائفي، وبالتالي يستثمر هذا البعد خاصة في مثل هذا الموسم. وبالتالي دول الخليج من الدول المستقرة حينما يضرب في دولة معينة فأنه سيحدث صدى كبير. أيضا هو يسعى إلى أن يحدث انقسامات، يعني شهدنا في 2015-2016 استهدف في إلى مساجد وحسينيات في المملكة العربية السعودية من أجل ضرب اللحمة الوطنية، وكذلك فعل في الكويت. وبالتالي هذا من نهج التنظيم وينسجم مع نهج التنظيم، لكنه يستخدم الفرصة السانحة وينفذ العمل بطريقة مفاجئة وبطريقة على أساس مركزي مسرحية. لذلك زيادي، يعني بمعنى أنه التنظيم مركزي، أو كما يعني يقول بعض أنه نحن نتحدث عن عدة دواعش هنا وليس عن داعش واحد مركزي يصدر أوامره وقراراته وعملياته ويتبناها لاحقا. بالتأكيد التنظيم في ذروة قوته كان هناك مركزية أكبر، وهناك ما سماه بالولايات، وهناك مرتبطين بالتنظيم والتنسيق مع القيادات العليا بمقره في الرقة وفي العراق. لكن بعد ضعف وتضعضع المركز التنظيم أصبحت الخلايا تعمل بعيدا عن القيادة المركزية، لكن أعتقد أن هناك مؤشرا لارتباط مع القيادة المركزية
من حيث طبيعة البيانات التي نشرها تنظيم داعش الذي أعطى صبغة للبيانات التي تصدر من التنظيم الأم وليس من خلية أو فرع أو تصدر البيان، بل البيان صدر من خلال الوكالة الرسمية المتحدثة باسم التنظيم المركزي، وأيضا البيان الآخر باسم ما يسمى الدولة الإسلامية، وهو بالتالي هذا لا يصدر إلا من القيادة المركزية. إذن هذا الأمر الذي يجب أن يلفت الانتباه ويجب أن يكون مناط حذر لكثير من الأجهزة الأمنية في المنطقة، أن تنظيم داعش يعيد تشكيل نفسه بطرق مختلفة ويحاول أن يعيد تأثير في المناطق التي ضعف فيها، وخاصة بس المنطقة المركزية في الوسط. يعني هل يعني البعض أيضا مثل ما كنا عم ناقش في ساعة حوار، البعض يقول أنه هو أقل عقائدية من القاعدة وأقل كلاسيكية في طريقه من في طريقته وأسلوبه من القاعدة، وهذا ذكره الأستاذ فهد شقيران. فكيف يعني هل يمكن النظر فعلا إلى هذه النقطة من باب أنه هو يجند بغض النظر عن العقيدة أو عن الانتماء لمجرد حصوله على فرصة ممكنة عبر التكنولوجيا وعبر دفع الأموال؟ أنا أعتقد أنه تنظيم داعش تحديدا هو مبني على الصراع الهويات الطائفي، بمعنى أنه هذه واحدة من المكونات الرئيسية في استراتيجيته، الضرب في البعد الطائفي، لأنه أصلا هو ولد في البيئة العراقية، البيئة التي كان هناك انشقاقات في المجتمع وتجاذبات طائفية، وبالتالي هذا ولد من هذا الرحم، وبالتالي أراد تصدير هذا النشاط سواء في سوريا، حتى كانت خطاباته ذات طابع طائفي أيضا تقصد. ولكن بالتحديد أنا سؤالي عن من يجندهم، عمن يجندهم يعني يحاول أن يجد هؤلاء اللي هن عقائديا منتميين تماما بهذا الفكر المتطرف، أو بأنه ليس لديه مشكلة في أن يجند كل من يستطيع تجنيده ولو بالمال بغض النظر عن العقيدة. طبعا يعني هو مرن جدا في تجنيد العناصر، المهم أن ينفذ أهداف التنظيم. لذلك وجدنا خاصة من الذين جاءوا خلال السنوات الأولى من بزوغ التنظيم وقوته في العراق سوريا، من أوروبا، من مناطق مختلفة، بعضهم لديهم خلفيات جرائم جنائية متعددة، بعضهم للتو تحول إلى الإسلام، وبالتالي ليس لديه مشكلة في البعد العقائد المسمت، المهم أن يؤمن بنظرية التنظيم وبأهداف التنظيم وينفذ هذا. إذا بدك تعطيني عنوان بنصف دقيقة، عنوان أساسي يجب أن يتم العمل عليه، لأنه في ثغرات واضح أنه حاول يستغلها في الفترة الأخيرة داعش في المنطقة. التنسيق الأمني، واحدة من أهم ما يضرب حركة التنظيم التنسيق الأمني، لأن هناك خبرة كبيرة في بعض الدول كالمملكة وبعض دول الخليج في مجابهة التنظيم. تراجع هذا التنسيق لأنه أحسوا بالارتياح لفترة، لأنه تم الانتصار عليه في فترة ما، يعني لذلك تراجع هذا التنسيق؟ وللأسف أحيانا يتكرر أن تنظيم داعش بدأ باهتا وضعيفا، وهو ليس كذلك، هو يخفت تأثيره وينتقل في مناطق أخرى ثم يعيد الدائرة من جديد إلى المناطق المركزية، خاصة في مركز الشرق الأوسط، لأن هناك بريق لهذه المنطقة وأيضا تمويل، وهناك عناصر، وهناك بعد أيديولوجي، وهناك بعد طائفي، هذه كلها من يعني ما تعزز من عادة انتعاش التنظيم وحضوره وتأثيره. تمام، شكرا جزيلا لك أستاذ محمود الزيادي، الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة من الرياض، تحياتي إليك. شكرا لكم أيضا مشاهدينا الكرام لمتابعتكم خارج الصندوق لهذه الليلة، وإلى اللقاء في الغد إن شاء الله.